نال درجة الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه في نفس التخصص، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عين عميدا لكلية أصول الدين في السقازيق عام 1987، وشغل منصب رئيس جامعة الأزهر عام 1995. في طفولته وشبابه كان والده. أما المركز الأول فكان من نصيب صالح أحمد تكريم من بنغلاديش. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.